الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، في حديث فرح به أقزام النصارى على الإنترنت وعلى البلتوك، وبهذا الحديث يقولون إن القرآن ليس وحيا من الله سبحانه وتعالى وأنه من تأليف الصحابة، وهنثبت بإذن الله تعالى جهلهم بالمراجع الإسلامية وإنهم ما يعرفوش أي حاجة في أي حاجة، واتخذوا الجهل منهجا والضلال سبيلا. طبعا لعل هؤلاء الجهال أخذوا هذه الفرية من أبيهم الكذاب الدجال زكريا بطرس. أنا لا أعلم صراحة هل قال بها زكريا بطرس أم لا، ولكننا نرد على شبهتي على أي حال. هذا الحديث رواه الترمذي في سننه وغيره من حديث زيد بن ثابت. نفتح سنن الترمذي رحمه الله رحمة واسعة، الجزء السادس صفحة رقم 223، حديث رقم 3954، الحديث عن زيد بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام. فقلنا: لأي ذلك يا رسول الله؟ فقال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. هذا الحديث رواه الترمذي وابن أبي شيبة في مصنفه، ورواه كذلك الإمام أحمد في مسنده، ورواه ابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في دلائل النبوة، وهو موجود كذلك في السلسلة الصحيحة لشيخنا الألباني، وكذلك في صحيح سنن الترمذي للشيخ الألباني رحمه الله. نفتح سنن الترمذي بأحكام الشيخ الألباني صفحة رقم 855، هذا الحديث هو موجود في السلسلة الصحيحة وفي مشكاة المصابيح بتخريج الشيخ الألباني رحمه الله. ايه معنى كلمة نؤلف؟ نشوف معنى كلمة نؤلف. ان هو بقى النصراني بيقول بقى ايه نؤلف القرآن، يعني الصحابة بقى كل واحد مثلا اخترع له ايتين ولا حاجة لغاية لما عملوا لنا هذا القرآن العظيم. فنشوف في كتب اللغة وفي كتب التفاسير وفي كتب شروح الحديث ما معنى كلمة نؤلف وما هو المقصود من هذا الحديث، وسنثبت لكم أن هذا الحديث كان سببا في حفظ الله سبحانه وتعالى للقرآن الكريم. هنفتح كتاب المحكم والمحيط الأعظم لابن سيدة رحمه الله المتوفى سنة 458 هجرية، الجزء العاشر صفحة رقم 404، مادة الألف واللام والفاء. يقول: وألفه أي جمع بعضه إلى بعض، وألفه أي جمع بعضه إلى بعض. يبقى سيدنا زيد بن ثابت لما بيقول نؤلف القرآن من الرقاع أي نجمع القرآن من الرقاع، ده كلام جميل. هنفتح كتاب لسان العرب لابن منظور، وهو من أشهر وأكبر مراجع اللغة العربية عند المسلمين، صفحة رقم 108، مادة الألف واللام والفاء. بيقول: وألفه أي جمع بعضه إلى بعض. هنفتح كتاب المعجم الوسيط صفحة رقم 24، يقول: ألف، بيجيب بعدها بعد كلمة ألف مثلا كلام، ألف كذا يبقى معناها كذا، يعني مثلا ألف فلان أي صارت أمواله ألفا. طيب ألف بينهما أي جمعا. طيب والشيء، ألف الشيء أي وصل بعضه ببعض. طيب ألف الكتاب، جمعه ووضعه، جمعه ووضعه. كذلك نفتح كتاب المعجم الوجيز اللي بيدرس في المدارس عندنا في مصر، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم، صفحة رقم 22، مادة ألف. بيقول: ألف بينهم أي جمع الكتاب، جمعه ووضعه، يعني ألف الكتاب جمعه ووضعه. حتى تحتها كمان بيقول إيه؟ ائتلف الناس أي اجتمعوا وتوافقوا. يبقى احنا كده بالنسبة للغة العربية كل المراجع بتقول ان معنى ألف أي جمع الشيء بعضه إلى بعض. طيب نفتح التفسير، نشوف التفسير قالت إيه في معنى هذه الكلمة. نفتح تفسير الإمام الطبري شيخ المفسرين رحمه الله المتوفى سنة 310 هجرية، الجزء 11 صفحة رقم 256. القول في تأويل قوله وألف بين قلوبهم أي المؤمنين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم
إنه عزيز حكيم. بيقول بقى الإمام الطبري رحمه الله: وألف بين قلوبهم، معناها إيه؟ وجمع بين قلوب المؤمنين من الأوس والخزرج بعد التفرق والتشتت على دينه الحق، فصيرهم به جميعا بعد أن كانوا أشتاتا. يبقى كان في فرقة وحصل تأليف فحصل اجتماع، يبقى ألف بمعنى جمع. طيب هنفتح تفسير الإمام القرطبي رحمه الله المتوفى سنة 671 هجرية، طبعة مؤسسة الرسالة، الجزء العاشر صفحة رقم 67، يقول تفسير نفس الآية: وألف بين قلوبهم، جمع بين قلوب الأوس والخزرج. جمع ألف جمع، يبقى ألف بين قلوبهم أي جمع بين قلوبهم. نفتح كتاب تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله، الإمام ابن كثير المتوفى سنة 774 هجرية، طبعة دار طيبة، الجزء الرابع، برضو تفسير نفس الآية، صفحة رقم 84، يقول ابن كثير: وألف بين قلوبهم أي جمعها على الإيمان بك، أي جمعها على الإيمان بك. وتحتها استشهد الإمام ابن كثير رحمه الله بحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في الأنصار في شأن موضوع غنائم حنين، وقال لهم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي. يبقى معنى ألف أي جمع. يبقى احنا بنستشهد الآن من كتب اللغة، بنستشهد من كتب التفاسير، بنستشهد من السنة. ممتاز، هنفتح تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي عليهما رحمة الله تعالى، طبع الدار ابن كثير. يقول: وألف جمع، وألف جمع، وألف بين قلوبهم، جمع بين قلوبهم. هنفتح تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان المشهور بتفسير السعدي للشيخ السعدي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، طبعة مؤسسة الرسالة، صفحة رقم 325، يقول: ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. بيشرح الشيخ بقى، بيقول: ومن عزته أن ألف بين قلوبهم وجمعها بعد الفرقة، وجمعها بعد الفرقة. نشوف شروح العلماء لهذا الحديث. هنفتح كتاب تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للإمام المبارك فوري رحمه الله المتوفى سنة 1353 هجرية، طبع الدار الفكر، الجزء العاشر، صفحة رقم 454، يقول حديثه أمامنا: عن زيد بن ثابت: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع. الشيخ المبارك فوري بيقول إيه تحت قوله نؤلف من التأليف؟ أي نجمع من الرقاع، جمع رقعة وهي ما يكتب فيه، يبقى التأليف بمعنى الجمع، نؤلف أي نجمع. ونفتح كتاب مرقات المفاتيح شرح مشكات المصابيح للإمام العلامة علي القاري المتوفى سنة 1014، شرح مشكات المصابيح للخطيب التبريزي المتوفى سنة 741 هجرية، طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الجزء الأول، صفحة رقم 455، بيقول: والحاصل أن القرآن جمع ثلاث مرات، الأولى بحضرته عليه الصلاة والسلام، فقد صح عن زيد بن ثابت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلف القرآن في الرقاع، أي يؤلفون ما ينزل من الآيات المفرقة ويجمعونها في سورها بإشارته عليه الصلاة والسلام. هذا قاله البيهقي. ومن ثم قال الخطابي: كتب القرآن كله في عهده صلى الله عليه وسلم. هذه هي فوائد هذه الرواية، هذه الرواية تخدمنا نحن. ليه؟ لأننا نثبت بها أن القرآن كله كان مكتوبا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما النصارى فلم يكتب حرف واحد من عهدهم الجديد في زمن المسيح عليه السلام، لم يكتب حرف واحد من العهد الجديد في زمن المسيح عليه السلام، ولا يعرفون شيئا عن الكتبة ولا عن النساخ ولا عن أي شيء. أما كتابنا فقد كتب كله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كتب القرآن كله في عهده صلى الله عليه وسلم، لكنه كان غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب السور.
طيب الفائدة الثانية من هذا الحديث ان زيد نفسه بيقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن في الرقاع. يبقى حتى الصحابة لما كانوا بينسخوا القرآن ويجمعوا بعضه الى بعضه الاخر كان ذلك امام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر الى عصمة الله سبحانه وتعالى لكتابه الكريم. حقا كما قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن القرآن الكريم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ويقول الله سبحانه وتعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وإلى هنا تكون قد انتهت هذه الشبهة تماما بفضل الله سبحانه وتعالى. وليعلم كل نصراني حاقد على الإسلام وعلى رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن الله سبحانه وتعالى يقيد لهذه الأمة رجالا يذبون عن كتابها ويذبون عن نبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم.